في قلبي لبنية بزيادة وما رضتش عيني بيواني وتدير عليا بين رموش عيونك تخليني رجعنا لكم في الويكان كنا نسمع في صوت وليد التونسي مجنونة قلبي توصلنا للأحداش ودرجين على راديو ميت في الويكان في ساعتنا الأخرانية نتواصل معكم حتى النص نهار وفي متابعة بطبيعة للتظاهرات اللي تصير في ولاية نابل يحضر معنا سي الحبيب الأمين ناشط في المجتمع المدني ورئيس جمعية الصداقة والعمل الاجتماعي. مرحبا يا سي الحبيب. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين كل كيف الحال؟ التظاهرات ديما على قدم وساق ديما حاضرة مع التظاهرات والنشاطات اللي تصير في ولاية نابل سورتو كي نحكيو على صديقة تونسية جزائرية. اي هو الفكرة انطلقت عام ناول جينا عملنا وين بلاس دي زالجيريان والبيراميد معناها في البقعة ذيك اللي يقعدوا فيها الجزائريين فكرنا عام ناول انه نعملوا لهم ذوقوهم كسكسي نتاع نابل دونك عملناه وعملناه ذاقوا الكسكسي عملناه ورجعوا سناه شاء الله نقولوا هو جيست اكثر منه مش تعشى ولا هو نذوقوهم كسكسي معناها هو تلموا ونحكيوا معاهم حتى المسؤولين اللقاء ينجم اللقاء بلا لقاء نتاع اخوه جزائريه تونسيه مع ان بلوس فما الحمله اللي صارت شويه في الجزائر على الفيسبوك عالمي على التواصل الاجتماعي دونك مواقع التواصل الاجتماعي دونك احنا حبينا نحسنوا الصوره هذيك بال بال بالاكسيون اللي مش نعملوها غدوه دونك غدوه مش تكون من 8 متاع الليل دونك عندنا تريتور هو دار مراد اللي مش يجيب الكسكسي في ظروف معناها صحيه وفي دنيا كله الامور مريقله دونك كما عملنا عم ناول دونك باش نوزعوا عليهم باش نتلهوا زاده بالنظافه انه بعد ما نكملوا نخليوا المكان نظيف وهذا مشكل كبير عندنا نعانيوا منه. هذا ميساج حتى للعباد اللي يسمعوا ميساج الناس كل الناس كل معناها على الشطوط والا في الشارع ماذا بينا نحافظوا على نظافه بلادنا. والله شيء اسف انه تشوف عباد بوباله معناها تلقاها بعيد عليه 2 متر هو يطيش في القاع ولا بالكهرباء ولا معناها سي مالورو وان شاء الله ممكن نفكروا نعملوا حمله مش نشوف المكونات المجتمع المدني في نابل وان شاء الله نعملوا حمله حال تحسيسيه للظاهره هذه فريمون خاطر والله شويه مجهود هو شويه سيفيزم وشويه مجهود فهمت بلاد ان شاء الله السلوكيات السيئه هذه تتنحى سورتو معناتها بلاد معناتها سياحيه كي نحكيو على ولايه نابل معناتها قبله نتاع اجانب معناتها لازمنا نخليو صوره باهي كيما الاجانب فما اجانب ينظفوا زاد حتى احنا ماذا عندنا لازمنا احنا ننظفوا بلادنا معناتها عندنا احنا معنا كاتي اسمها كاتي دونك كل نهار حد تمشي للبحر تنظف ساشي بوبيل نظف عندنا اون بيلج معنا زاد تجي مش ديما نظفوا معناها فريمون هذوما في سلوكهم والسلوكات هذوما لازمنا احنا نكتسبوهم معناها مالوريزمون ماناش واعيين نجموا بلادنا تكون نابل نحكي على نابل مثال من احسن من اجمل البلدان لو نحافظوا شويه على النظافه ونكونوا كونسيون اللي لازمنا نظفوا ونخليوا الدنيا نظيفه. كيفاش تعديت خلينا نرجع على عمناول النهار اللي صارت فيه هذايا الصداقه ما بيننا نحن وما بين الجزائريين معناتها شنو هو الانطباعات تاع الجزائريين؟ هل فما شراكه نجم تكون معاهم هما زاد تمشيو انتوما زاد ذوقوا ماكلتهم يصير لكم اللقاء غادي بيد الثقافي نجم يكون ما بين احنا والجزائر ما تقرب برشا احنا صحيح. احنا والاخوه الجزائريين صحيح هو شوف عم ناول صار كما قلت معناها بالضبط كانك حاضر صار هذايا وصار التبادل وصار حتى بدلنا التليفونات مي مالوريزمون ما صارش سوي بتتر سنين معناها صار فما الاستدعاء يمكن في مقابله اولى اي مقابله اولى ما كملناش مي نتصور غدوه أبك إعلاميًا كي خاطر عملوا الإيفينمون ما خداش حظه إعلاميًا فهمت احنا الجمعية نتاعنا عندنا ما نقولش مشكل مي اختيار أنه تكون ديما موجه للمواطنين دونك ما نستدعاوش المسؤولين ما نستدعاوش فهمت مفتوحة ما نخرجوش استدعاءات معناها المسؤولين باش نعطيوها معناها صداء أكثر خدمة في الخفاء ولا خدمة في الخفاء أبريتو احنا عملنا فيستيفال دو لوميير اللي دام 5 أيام
ما خرجوا حتى استدعاء. كل مواطن كل مسؤول بالنسبة لنا. دعوة للناس الكل. للناس الكل. ما فما نميزوش مسؤول نجيبوه ولا دعوة العبيد باش يجي غدوة يذوق الكسكسي. بالطبيعة ماذا بينا ما يجيوش برشا خاطر الفلسطينيين الجزائريين ما يلقاوش لا احنا ديما نخليهم لا لا نكون واضحين. ان شاء الله ان شاء الله هو فما هي شنو هي الفكرة؟ هو عملنا الوقت اللي عملنا هذا فما بعد شكون حضر قال لي شوف سي الحبيب راني انا عجبتني برشا الفكرة وندعمك ودعمنا هو اللي مش يتكفل بالحكاية دونك الجمعية جوست هي تتلهى بالورغانيزاسيون وهذا ما التمويل أو الشخص هذا هو اللي مش يمول تحية للناس الكل اللي قاعدة تعاون من قريب وإلا من بعيد في العمل الجمعياتي والمجتمع المدني سيرتو نحكيه على عباد تعاون للمصلحة العامة للمصلحة المشتركة للناس الكل دونك ريت معناها اللي حكيت حكاية كيفاش السيد قال نعاونكم كذا كنت انا مش نعملها راه فهمت لكن كي جاي هو السيد قلت مرة حبينا نرتاحوا شويه خاطر احنا عندنا ترافاي كونتينيو نعطيك حكايه اخرى صارت لي ديرنيرمون هو اتصل بينا فاعل خير قال يا خويا جيبوا لنا المسنين وانا نتكفل جيبوهم للبحر يعوموا وفرهدوهم ولو احنا مشينا بحذاهم في رمضان مشينا بحذاهم وهزينا سلاميه دونك هذه مش تصير مازلت ما حددتش وقت تاريخ معناها مش الحكايه هذه دونك تشوف معناها بعد ساعات المواطن ولا هو اللي يقترح هو يقترح عليك حاجه دونك انت تمشي في اتجاه ذاك دونك تجيب انا عندي الفكره وباتصال مع مديره مركز المسنين بقرنبالي ان شاء الله ان شاء الله نعملوها نكملوا ساعه اللي عندنا زاد نهار 13 اوت عندنا حفل فني مع لا كورال نتاع دي موزيكا بقياده من دي ميسي نهار عيد المراه نهار عيد المراه احتفال بعيد المراه كنت مبرمج فو دارتيفيس مالوروزمون ما تحصلناش على التراخيص اللازمه لظروف معينه ما نحبش نرجع للتفاصيل دونك مالوروزمون ما نجموش نعملوها كنا حبينا ان تكون عيد المراه يكون احتفالي ونكونوا نسمعناها ونساندوا المرأة ونساندوا حرية المرأة وابريتو المرأة هي أمنا أختنا معناها هي نصف المجتمع ولا هذا هما الجلوبال بون وعندنا إن شاء الله بروشينمون زاد عندنا ميس نابل اللي شروق الخرداني اللي هي توجهت الجمعية نتاعنا دونك سالت الجمعية تلوش الجمعية ناشطة دونك توجهت الجمعية نتاعنا ممكن نخدموا معاها إن شاء الله المدرسة اللي قرأت فيها هي اللي موجودة في بوعرقوب دونك المدرسة هذه إن شاء الله شطاء تحسينها مش بالطبيعة هي تعرفها ما أنا مازلت ما زرتهاش إن شاء الله الجمعة ذي نزورها ونعرف شنية النقائص ودونك مش نخدم عليها في الرونتري سكولير وهذا مساهمة منا أولا هو يدخل في العمل نتاعنا اللي نقوموا به احنا في الشتاء بصفة عامة كل شهر نمشيو للمدرسة دونك جاي الاقتراح من عند ميس نابل دونك باش نمشيو للمدرسة هذه إن شاء الله الاقتراح هذا بالطبيعة يكون عند العباد الكل سيرتو كي نرجعوا للمدارس اللي قرينا فيهم ونحاولوا انه كيفاش نحسنوهم ونشوفوا الوضعيه نتاعهم هذه خدمه المجتمع المدني الحقيقه معناتها سورتو نحكيوا على مدارس فيها وضعيات صعيبه والمجتمع المدني والجمعيات والمواطنين بطبيعه يتدخلوا باش انهم يعاونوا المدارس اللي موجوده في 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 الاماكن وين هم يسكنوا زاد حتى انهم يعاونوا بعضهم حتى بالكتب بالكرارس فما عباد مستحقه سورتو انتم عندكم خدمه كبيره تو في الرونتري موجود عندنا بالطبيعة بالتوفيق والنجاح عايشك بارك الله فيك ديما ناشط بارك الله خويا ان شاء الله ان شاء الله برك ما نلقاوش تعطيلات وكهو خاطر بديت نحس فما شويه تعطيلات فما ناس حبت هكا تعطلنا شويه مي شوف هذاك كان يقوينا وخلينا احنا نزيدوا والخدمه راهو الخدمه تجيب الخدمه يعني تخدم تخدم تو سوليسيتي العباد عندك فيزيبيليتي نتاع خدمه عندك هذا فهمت دونك أمور واضحة أمور هانية واضح شكرا لك بارك الله فيك سي الحبيب الأمين على حضورك معنا بطبيعة الحي والأخوة الجزائريين الموجودين في 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 نابل والتوفيق والنجاح للأمسية متاعكم واللقاء اللي باش يكون في ولاية نابل احنا مازلنا مواصلين معكم بالكادو